أيضا تقول لي أنه هذه التوافقات لن تصل إلى سماحة سيد مقتدى الصدر وإلى التيار الصدري عن طريق وسيط معين أو عن طريق بشكل سري. أتصور أنه تصل الأمور بشكل مباشر إلى سماحة سيد مقتدى الصدر، لكن قد ليس يكون طرفا في تشكيل الحكومة القادمة لحد هذه اللحظة، وبناء على كل التوافقات. يعني يا دكتور وائل، إذا كانت الأمور تصل إلى السيد الصدر بشكل سري أو بطريق وسيط مباشر أو غير مباشر، هذا تم تأكيده من خلالك، الذي يحتاج إلى تأكيده ما هي ردود أفعال السيد الصدر عليها أيضا بشكل سري أو بطريق وسيط مباشر أو غير مباشر؟ يعني أنا لم أثبت هذه الحقيقة، لكن أقول قلت قد تصل إلى سماحة سيد مقتدى الصدر، لأنه من غير المعقول. ليش قد؟ لدى أنت عضو في دولة القانون، أكبر عضو في دولة القانون، نعم، ولكن لست عضو في دولة القانون، ولكن هناك تدرجا لربما الضيوف أو جناب السيد ماجد الدكتور ماجد شنقالي يعرف هذه التسلسلات التي قد تصل لكن فيها يا دكتور وائل أنا أكد ليها أيضا القيادات العليا هي التي تحدد تلك المسارات وضرورة ما يتم إعلانه وضرورة ما يتم إخفائه وضرورة المحافظة على كل، يعني ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يدور في هذه التفاهمات لحساسية المرحلة. أستاذ نجم، أتصور أنه الجميع اتفق على التهدئة واتفق على عدم التصعيد وعلى عدم الإدلاء بأي شيء خارج حدود المسموح به، لذلك كل الأمور من الممكن. طيب، نعم. وإحنا السادة القيادات العليا الذين وصفتهم أيضا لا يطلعون على حقيقة ما يجري، ليس هنالك متحدث رسمي، البيانات التي فقط يريدون أن يقولوها نسمعها، أما ما نريد أن نسمعه يعني نحن ومثلك أستاذ نجم، يعني إعلامي حاذق، فلا بد أن يفسر هذا عدم التصريح وعدم الإعلان من قبل القيادات بشكل عام بمجمعهم بكردهم وسنتهم وشيعتهم من الإطار، وحتى اختفاء التغريدات الآن الحالية من قبل سماحة سيد مقتدى الصدر أو حتى وزيره. هذا المفروض يعني أنت جنابك يعني تعرفها بأنه تم شيء في التفاهم، يعني زين. نحو الأمور مدام يعني تطلق تجيب إن شاء الله، إن شاء الله، وولادة يسيرة وولادة جميلة وولادة بشكل ينتظرها الأب والأخ والأخت والأم وبكل تلقائية طبيعية. الجميع اليوم اقتنع أنه ما لم يكن هناك توافقا على كل القضايا العالقة وأن يضعوا مصلحة العراقيين، هذا الشعب المظلوم منذ أكثر من عقد من الزمن، أكثر من 40 سنة ولحد الآن وهو لم يأخذ دوره الحقيقي، فبالتالي الجميع اليوم، نعم ستقول لي المرحلة تأخرت، أقول لك أن تصل متأخرا أفضل مما أن تبقى واقفا في مكانك تراوح لا تستطيع أن تقدم للبلد شيء ولا لهذا الشعب. لذلك تصور الجميع مدرك خطورة المرحلة وحساسية المرحلة وضرورة التوافق والوصول إلى تفاهمات تجعل كل العراقيين مستقرين والبلد طالما مستقر. أنت متفائل، طالما أنت متفائل وإحنا أيضا إن شاء الله نتفائل من خلالك أنه الجميع متفائلون وسوف يشتركون.